وإذا قيل. لكن قال فعل ماضي ثلاثي، والفعل الماضي عندما يبنى للمجهول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، هذه قاعدة. كتاب عندما تبنيها تقول كتبت الدرس، تبني كتب للمجهول تقول كتب الدرس، تضم الحرف الأول وتكسر ما قبل الأخير. استعلمت عن الأمر، استعلم عن الأمر، استعلم، ضمنا الحرف الأول وكسرنا ما قبل الأخير، هذه قاعدة عامة. الماضي عندما يبنى للمجهول يضم أوله ويكسر الحرف الذي قبل الأخير. لكن قيل هذا فعل ماضي وبني للمجهول وأصله قال، أين الضمة؟ ليس هناك ضمة، قيل القاف مكسورة. لأن هذا في حرف علة. قال أصلها قول، قيل أصلها قويل على حسب القاعدة قويل، لأن قال الألف منقلب عن واو، وهذه الواو تبقى أيضا في الفعل المبني المجهول قويل، مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر، نفس القاعدة. لكن من ناحية الصرف صار فيه إعلال، يقال فيه استثقلت الكسرة على الواو، لأن الواو لا تناسبها الكسرة، فنقلت الكسرة إلى القاف بعد سلب حركتها، ثم قلبت الواو ياء، لأن القاف عندما نقلت إليه الكسرة ما الذي يوافق الكسرة؟ الياء. فقيل قيل لأن الكسرة لا تناسبها الواو، الذي يناسب الواو هو الضمة.